Bonjour Tammy. Marco Madame, je suis à la page 103, unité 5, les adjectifs possessifs. أنا بالصفحة 103 بالوحدة الخامسة، صفات الملكية، قواعد. أخذنا قسم من القواعد بالأدجكتيف بوسيسيف أخذناه سابقا، بس أنا دايما بعرف حسب معرفتي بطلاب دايما بينسوا إيش أكلوا مبارح. لا يمكن يتذكروا الأكل، بس الدرس ما راح يتذكروا، ودايما بيقولوا أنسى ما أخذناه، انسى هذا ما اخذنا، اللي عم تحكي عنه ما بنعرفه. هلا رح اعرفكم عليه عشان اذكركم، عشان ما تقولوا لي ما اخذنا. انا بسبقكم وبقلكم اياه. الادجكتيف بوسيسيف صفات الملكيه، وانتم درستوا هالشيء بالانجليزي. طبعا هذا مختلف جدا عن العربي، لانه بالعربي بنحط الملكيه باخر الكلمه، بنلزقها باخر الكلمه، وبنحط مثلا كتابي، كتابي اي حطيت لي كتابك، حطيت الكاف باخر الكلمه. بالفرنسي وبالانجليزي ما هيك، بنحط قبل، مثل ما اخذتوا ماي بوك، تعلمتوها هي من زمان من انتم لسه صغار. هلا كمان نفس الشيء بالفرنسي، بنحط الملكيه قبل الشغله اللي بنملكها. يعني بقول مو ليفر، ما بقول ليفر مو كتابي. نحن اخذنا نصهم ولنا ناخذهم، نص الثاني انا راح اعيدهم كلهم، بس قبل ما اجي لهون بدي اروح على صفحتي لحتى نقول هالغرض الي ولا الك ولا له، نتقاتل عليه لمين هاد. لازم احدد مين هن الاشخاص، بدنا نصف هلا كلياتنا لنشوف كل واحد شو في عنده غرض. انا بدي احط هون البوسيسور، بوسيسور يعني مالك، وما عم بكتب بالقلم. بوسيسور يعني صاحب الغرض، هو ممكن يكون انا، ممكن انت، ممكن هو او هي، ممكن نحن. هلا كلنا عم نترتب جنب بعضنا عشان كل واحد ياخذ غراضه. فو إيل وهم وهن على طول، هدول الغائب بيمشوا مع بعضهم اثنين اثنين. جو تو إيل إل، نو فو إيل إل، هذا صاحب الغرض، هدول أصحاب الغراض. هلا بدنا نشوف الغرض بقى. الغرض بدي أحط هون لوبجي، الغرض، الغرض اللي نحن بنملكه. إذا كان ممكن يكون هالغرض اللي نحن بنملكه واحد من ثلاثة، تمام؟ يا ولا ماسكولين سينجوليه مفرد مذكر، يا فيمينه سينجوليه مفرد مؤنث، او بلوريال جمع. اذا كان انا صاحب الغرض، هي اول مره بحط الخط بطلع منيح. اذا انا صاحب الغرض بقول مو كتابي، مو ليفغ كتابي، هذا ليفر ان ليفر. كيف بعرفه مذكر لمؤنث؟ طبعا لازم اكون حفظاني الاداه، انا لازم اكون حفظاني هذا ان ليفر او لو ليفر او سو ليفر، المهم هو ماسكولين سينجلي مفرد مذكر. طيب ما قوم محايتي، محايتي فيمينا سينجلي، مي ليفر كتبي، او مي قوم. يا كتبي يا محياتي، مهم المهم بلوريال. طب هلا هذا انا صاحب الغرض، اذا انت صاحب الغرض يلا يلا يطلع الخط كمان ساوي مثل هداك ماشي حاله. اذا الغرض كتابك هلا صار الغرض لك، انت صاحب الغرض بتقول توم، بقول لك انا مو انت بتقول تون ليفغ تا قوم تي ليفغ تي قوم، هو وهي مع بعضهم اثنيناتهم ما مهم. سون ليفغ سا قوم سي ليفغ قوم. هلا هذا كله اخذته من قبل، ذكرته هلا ذكرته بعد ما حكيت. هلا نحن بالنحن والانتو بالجمع، هدول جمع، هدول بجمع، وهدول مفرد. انا جمع نحن، انت جمع انتم، هو وهي جمع هم هن. جينا على الجمع،
لما بيكون الغلط هلا ما بقى اطلع انا هدول بده يتحدوا مع بعضهم، المفرد مع بعض المذكر والمؤنث، الماسكولين والفيمينا اجتمعوا بالسانجوليه صاروا وحده، هونوا علي الله يرضى عليهم. اذا الغرض قلنا نحن كلياتنا وعنا فرد كتاب نتقاتل عليه بنقول نوتخ، رح حطها بالنص مشان تعرفوها، نوتخ ليفغ كتابنا واحد، او نوتخ قوم او محايتنا نوتخ، لما هو واحد ونحن كتار. اذا هو كن كتار يعني الكلمة لا اس، بقول نو نو ليفغ نو قوم نو، بس بيكون الكلمة إلى إس. انتبهتوا؟ للأنتم شوفوا هنا نه، انتبهتوا عليها؟ نه نه. طب هلا هون ف ف التوا فوتخ فوتخ ليفغ فوتخ قوم، وهون نه ف vos livres vos gommes. هلا هم هن مو مو اي لا ولا اي، لانه في اي و او مشان ما يتقاتلوا مع بعضهم بنحط له. leur leur livre leur gommes. واللي بخربت كل الناس انه leur هون leur لا اس. leur livre leur gomme. لما بدي احل بحط اول شيء عمود، بدي انتبه عموديا مين صاحب الغرض، قبل كل شيء مين صاحب الغرض، اوعى تنسوا هالشغله. مين المالك؟ كي لو بوسيسور، مين المالك؟ هو هي، خلص هي المالكه. بعد ما بشوف مين المالك بحدد، بطلع الغرض، بشوف قبله شو في، شو هي الأداة اللي قبله. إذا هو جمع بنط فورا لهون، إذا مفرد بطلع هو هل هو مؤنث ولا مذكر، ماسكولين ولا فيمينا، بعد بحدد سون أو سا. بس نحن درسنا هلأ عن هدول أهون، لأنه يا غرض واحد مفرد يا جمع. إذا الكلمة مجموعة، إذا الكلمة هي جمع إلى إس أو أداة جمع أو إكس، يعني يا إس يا إكس بتكون. طبعا من عدا حالات الشاذة في كلمات بتكون بالمفرد لهم إس، هدول بدنا نحفظهم نحفظ، بس بشكل عام بتكون الكلمة إلى إس. إذا الكلمة إلى إس أنا رأسا بروح على هدول، بشوف مين صاحب هالغراض هدول، نحن بحط نو، أنتو بحط فو، هن بحط لغ. اللي إلى إس، الإس بتمشي مع الإس، لا تنسوا الاس بتمشي مع الاس. اما المفرد غرض واحد عنا، نوتخ فوتخ لور. هيك ما حدا بخربط، بس يقولوا لك على شغله راسا بتعرف. على فرض انا قلت مثلا دي، انا عندي كلمه دي غيكل مصادر، بدي اقول مصادركم، مين صاحب الغرض؟ مصاطركم كم، مين يعني كم؟ مين يعني كم؟ يعني انتو. وقفت هون، هلا بطلع عليه واقول يا هي جمع اذا فو. تمام، هيك الحل. يلا نرجع على صفحتنا، امشوا معي. لي لو تيكست سويفون بوي رامبلي لو تابلو، اقرا النص التالي ثم ملي هدول. مدام لو بلان ريغاردي سيت فوتو، ce sont nos enfants dans un camping d'été. Ils sont avec leurs amis et leur coach de natation. À droite, c'est notre fils Pierre. Il est avec ses amis. Et vous? Vous n'avez pas une photo de votre famille ou de vos enfants? Hatiliyam bel ahmar. Bdon minni. L'adjectif possessif hadoul. نحن هلا بسنا نحكي بالجمع. Adjectif possessif n'alouon. Nous, leur, leur, notre. Regardez, on fait votre. Mais fichez votre. Ah, voilà votre. Hatou liyaounoun.
بدون احط لوبجي بوسيدي، يعني لوبجي يعني الغرض. بوسيسور مين هو المالك، مين هو المالك؟ هون المالك عكس اللي انا رسمته بالمقلوب. قالت سيدة لوغرون شوفوا هالصورة، هدول ولادنا في مخيم الصيفي، هن مع أصدقائهم ومدربهم، مدرب السباحة. على اليمين هذا ابننا بيير، هو مع أصدقائه. وانتو ما عندكم صورة لعائلتكم أو لولادكم؟ يلا نمشي وحدة وحدة. أنا عندي أول شيء هالجملة هي، ce sont nos enfants، هدول ولادنا، هدول ولادنا. ولادنا مين يعني؟ مين نحن؟ مين اللي عم يحكي؟ مدام لوبلان اللي عم يحكي، هي مدام لوبلان عم تقول هدول ولادنا. شو هنن الشي اللي بنملكون؟ مو بنملكون، يعني هنن إلنا، هنن الأولاد. شوفوا لوبجي بوسيدي جنب الأدجكتيف بوسيسيف، بوسيسيف بوسيدي، بوسيسيف بوسيدي. أنفان المالكية، سيدة لوبلان عم تحكي عن أولادنا بالجمع. Ils sont avec leurs amis، هنن مع أصدقائهم، هنن مع أصدقائهم. يلا قلنا لوبجي بوسيدي، شو هي أول شي؟ مين هن المالكين؟ مين هن الإيل؟ هنن لي زانفون، هدول ولادنا مع أصدقائهم، مع أصدقائهم يعني لي زانفون الولاد. هن مع مين؟ مع أصدقائهم. هاي الأدجكتيف بوسيسيف، وهاي الأوبجي بوسيدي، أدجكتيف وهاي أوبجي بوسيدي. إي لوغ كوتش، بوسيسيف أوبجي بوسيدي، بوسيسيف أوبجي بوسيدي. لمين؟ للأولاد نفسهم، لأنه هنن مع أصدقاء ومع مدرب تبع سباحة. أدروات على اليمين سي نوتر فيس بيير، بوسيسيف أوبجي بوسيدي. نوتر وين نوتر؟ تحت نوتر بيير، فيس ابننا، هذا ابننا بيير. نوتر فيس، فيس فيس مو بيس، فوت نوتر فيس بيير. ابن مين؟ ابن مدام لوبلان، مدام لوبلان. ما نمرتبينهم مثل عادي. طيب اي افيك سي نوتر فيس، هذا ابننا. ايلي هو، هو افيك سي زامي، بوسيسيف بوسيدي. وين سي؟ جنب امي، أصدقاء مين؟ بيير. إيفو أنتو، أنتو ما عندكم صورة لعائلتكم، عائلتكم. بوسيسيف بوسيدي، فوتر وينه؟ تعي فوتر، فوتر فامي، عائلتكم، عائلتكم مين؟ أنتو، فو أنتو، عائلتكم. أو لولادكم، بوسيسيف بوسيدي أنفون. لمين؟ لا فو أنتو. صعب؟ مو صعب، دايما بوسيسيف جنبو بوسيدي، والمالك منشوف من هو، مندور عليه. يلا أون باس أ بي، غامبلي لو تابلو سويفون أفيك سو كي كونفيان، املأ الجدول التالي بما بالشيء المناسب. عم نعرفهم خلاص على الجمع بس. première personne du singulier انا، je. deuxième personne du singulier tu. troisième personne il il. première personne du pluriel nous. مثل انا كتبتهم بس انا كاتبينهم كتابه. vous il elle. حطينا الاشخاص، البوسيسور هدول بوسيسور. هلا لوبجي بوسيدي الغرض،
Objet masculin singulier, féminin singulier, pluriel. Mon livre, ktabi, ma classe, mes livres, mes classes. Ton livre, ta classe, tes livres, tes classes. Son livre, sa classe, ses livres, ses classes. Yalla, là, là, elna, gharad wahid, elna, notre. Le jama, elna, ne, 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 nous. L'on est, nous. Mala est, notre. هلا ال ان شو تصير فوتر وهون فو هون لا البلوريال لور وهون نحط لها اس 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 انتبهوا هاي ما بتاخد او ابدا ابدا ما في لور مع او يا لور هيك للمذكر والمؤنث وهي للمذكر والمؤنث بس جمع مفرد مذكر مفرد مؤنث جمع مذكر ومؤنث هي هالجدول هذا يكون بمخكم لما بيجي السؤال وهذا سؤال هام راح يكون راح تلاقوه الغد بالبكالوريا اذا ما تغيرت المناهج راح تلاقوه بالبكالوريا باخر درس بالبكالوريا اون باس على الاكزرسيس كومبليت افيك لادجكتيف بوسيسيف كي كونفيان اكمل بالصفه الملكيه المناسبه vous avez carte d'identité, vous, le malik antum, bo'ef and antum, vous, احتمال, ya votre, اذا مفرد, ou vous, اذا جمع, هاي بمخي, هلا, carte, malais, يعني, votre, معكم بطاقتكم الشخصية, vous avez votre carte d'identité, شايفين مفرد, طيب, شايفين ما اسهلو, حدا قال لا ما سمعت les enfants ont fait les enfants مين يعني les enfants يعني il المالك هو il يا leur مفرد يا leur لا اس جمع les enfants ont fait projet de science الا شي اس الاولاد عملوا مشروع علمي وين voilà leur هاي للمفرد هاي لا il ال المفردة Les élèves ont des livres de français. Les élèves, يعني il, عندهم كتب فرنسي. Ce sont هدول كتبون الفرنسي. كتبون يعني جمع leur. هون لما كانت بروجي مفرد حطيت هاي. ولما صارت livre جمع حطيت هاي. Nous avons, le فاعل نحن, le possesseur هو nous. يا notre, the singulier, يا nous, the pluriel. هاي بمخي. عم بعيدكم ياها هلا بس هلا بدها تقعد عندكم مو عندي. Nous avons tous des stylos rouges. كلنا معنا قلم حمر. وهي قلم احمر عم بكتب فيه. Ce sont, هدول, قلامنا. كلنا معنا لام حمر هدول لامنا المالك نحن اذا مفرد نوتخ اذا جمع نو طلعوا عليها جمع يعني نو vous avez المالك انتم vous يا votre يا vous avez deux dictionnaires معكم قاموسين ce sont هدول قواميس كون dictionnaire la s يعني vous بقى في سؤال باي باي يلا كانت معكم مدام ما بتقولكم au revoir à la prochaine fois